بفضل الله أولادي كلهم ربي أكرمني فيهم بزواج وبدراسة وببر وبصلاح وبصلاة وبعبادة. اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم. يا ربي دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، كلنا نعلم أن من تريد أن ترى مفعول سورة البقرة في حياتها من البركة بإذن الله والخير والراحة النفسية والشفاء بإذن الله من كل بلاء والبركة والبعد عن المشاكل والهدوء النفسي والطمأنينة، اللي بدها تشوف هالشي كله والخير كله بإذن الله، المفتاح المداومة، المداومة على سورة البقرة. يعني من أسرار أن تري الخير في سورة البقرة أن تداومي عليها حتى لو بالقليل. كيف يعني حتى بالقليل؟ يعني حتى لو أخذتي ورد منها في اليوم 15 صفحة 10 صفحات، قسمتيها بيومك على اليوم، بإذن الله تنالين هذا الخير. لكن أكبر عائق يمر أمامنا ويعيقنا عن أن نرى هذا الخير اللي ربي سبحانه وتعالى حيكرمنا فيه بالمداومة، قطعنا عن هذه السورة العظيمة. يعني بنقرأها فترة نثبت عليها ونشوف خير كتير كبير، فجأة بننقطع، بنقوم الليل فيها نرى انقطاع فجأة، بتلاقي مبسوطة وكانت كل يوم عم تقرأها كاملة، فجأة صارت دوبها تقرأ وردة من القرآن، إن شاء الله تقرأ أذكارها. إذن أكبر منغص وأكبر عائق يمر بحياتنا انقطاعنا عن هذه السورة العظيمة وعدم الثبات عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان 3 ليالي، كأنه يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نترك هذه السورة كل 3 ليالي، يعني نتعاهد سورة البقرة إنها سنام القرآن وفضلها العظيم، ومن يعمل بها ويعمل بآياتها والله يرى خير كبير، وهي هدى للمتقين. القرآن كله بركة، سبحان الله، تفتح لك آفاق بحياتك بالقرآن نفسه. يعني سبحان الله تشعرين بلذة آيات الله وتتفكرين معاني القرآن، وتشعري سبحان الله بلذة قراءة القرآن، حتى بتفهم القرآن أكثر عندما تداومين على هذه السورة العظيمة. فوصلتني سبحان الله قصة أخواتي من فترة، وسبحان الله اليوم أنا عم راجع الرسائل رأيتها، تذكرت أني كنت بدي سبحان الله أحكي قصة هذه الأخت ونسيت، وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكرها. سبحان الله أخواتي، قصتها هي بإذن الله خير كبير لنا جميعا. كيف ثبتت على قراءة سورة البقرة دائما؟ أهلي بفضل الله
من 20 سنة وأنا بعمري ما تركت سورة البقرة بفضل من الله. بهذه الطريقة ربي سبحانه وتعالى ثبتني على قراءة سورة البقرة، وسورة البقرة بفضل الله ربي أكرمني فيها خير عجيب بفضل الله. أولادي كلهم ربي أكرمني فيهم بزواج وبدراسة وببر وبصلاح وبصلاة وبعبادة وبأخلاق وبسمعة بين الناس من ذكور وإناث. سبحان الله، ربي أقر عيني بأولادي ومحافظة أنا على هذه السورة إلى أن أموت بإذن الله تعالى. أنت لي شو طريقتك؟ قالت لي طريقة الزمزمة بسورة البقرة. ما هي الزمزمة حبيبتي؟ أقرأها بصوت خافت، يعني أنا سامعته تمام، بطريقة صحيحة بأداء الأحكام. يعني هنقرأ مقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لأنه في كثير أخواتي من يبدأون بسورة البقرة بهذه الطريقة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبتلاقيها تعبت وما بقت تقدر تكمل، دوبما يومين ثلاثة أو شهر شهرين خلاص جسمها تعب، حتى بعد ما تقوم من قراءة سورة البقرة بتقلك أنا حلقي عم يجعني، بطني عم يجعني. طب أنت تعبتي تعبتي تعبتي. وسورة البقرة طويلة أخواتي، نحن في هذه الآيات بهذه الطريقة نحفظ سورة البقرة، يعني لازم يكون عنا تلاوة ولازم ترتيل باليوم ولازم نحافظ على الأحكام والتجويد بقراءتنا، هذا شيء رائع، ورتل القرآن ترتيلا. لكن أنا عندي سورة طويلة بدي حافظ عليها، كيف بدي حافظ عليها وأنا عم بقرأها أحكام بالنقطة؟ بالفعل أخواتي دائما بقولكم أنه قرأوها من دون تكلف ومن دون ما تعلي صوتك ومن دون ما أنك تتعبي وتضغطي على نفسك وأنت عم تقرأي. قرأيها بهذه الطريقة الهادئة، بهذه الطريقة بتاخذ منك بإذن الله 40 دقيقة بإذن الله تعالى. 40 دقيقة إذا أنت قسمتي سورة البقرة على يومك، يعني بعد صلاة الفجر 10 دقائق، بعد صلاة العصر 10 دقائق، بالليل بقيام الليل 20 دقيقة، يعني أنت ختمتي سورة البقرة باليوم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهنيئا لك الخير والبركة والرزق والسعادة بإذن الله تعالى، على اليقين بالله عز وجل وبآياته وبكلامه، وأن الله سبحانه وتعالى الكريم المعطي الجبار. الله سبحانه وتعالى حيصلح حالنا وحيغير أحوالنا لكل خير، والله سبحانه وتعالى هو كريم. انت عم تتعاملي مع الله، عم تقرأي آيات الله، عم تقرأي كلام الله، كل ما بتكوني بهذا الإيمان وبهذا اليقين وبهذا الصدق مع الله وبهذا الإخلاص لله تعالى وأنت تقرأين آيات الله وكلام الله، مع حفاظك على وردك من القرآن، انت محددة ورد لك من القرآن 3 صفحات 5 صفحات 10 صفحات قد ما بتقدري. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله سبحانه وتعالى يسر القرآن ذكره، الله سبحانه وتعالى سهل علينا قراءة القرآن، ليش نعسرها على نفسنا؟ منحاول ومنجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إحسانك مع جهادك مع إخلاصك لله، والله الله حيهديك لكل خير، حيهدي أولادك ويهدي زوجك ويهدي أحبابك بإذن الله، وكل شيء بتحبيه
تلاقي بخير وتكوني بمعية الله، والله سبحانه وتعالى ما بيختلك إلا الخير. بترفع إيدك إله بيستجب لك، بتستغفري بيغفر لك، سبحانه وتعالى يهديك. والله من يتمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة بإذن الله لن يخيب، والله لن يخيب. دق رسولنا الكريم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهم، كتاب الله وسنتي. الله يسعد قلوبكم ويجبركم جبر تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين، ويجعلنا من العاملين بكتابه الكريم جميعا يا رب العالمين. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.